مركز الملك سلمان يدعم المرحلة الثانية من مشروع تأهيل مركز الأطراف الصناعية بتعز. تنفذ منظمة الأمين للمساعدات الإنسانية المرحلة الثانية من مشروع تشغيل وتطوير. مركز الأطراف الصناعية في مدينة تعز بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقدم المركز في مرحلته الثانية من المشروع معدات وأجهزة حديثة تم استلامها بحضور مدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي، وثمن مدير مركز الأطراف الصناعية الدكتور منصور الوازع الجهود التي يقوم بها المركز في دعم المحافظة بمختلف المجالات لا سيما القطاع الصحي، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تلبية حاجة أبناء المحافظة من جرح الحرب والمساهمة في التخفيف من معاناتهم. ويهدف المشروع الذي يستفيد منه أكثر من 3000 جريح ومضطري الأطراف إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في المجتمع. كما يهدف المشروع لتركيب أطراف صناعية بأنواعها وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي. يرفع قدرة الكادر الطبي مهنيا وعلميا وبحدث العلوم الطبية. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد دشن المرحلة الأولى من المشروع في يناير الماضي.